السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب. نرحب بكم ونرحبوا بجدد اللي انضموا للقناه. نقول لكم نورتونا وشرفتونا ومرحبا بكم في قناتكم المتواضعه، وان شاء الله لا فيديو هذه خياتي وخوتي تلقاكم كامل في احسن الاحوال يا رب. اليوم جيتكم بروتين متنوع بزاف الشباب عندكم ما تستفادوا، درت لكم تدبيره هايله للناس اللي يضرهم الحم تاع العيد مثلا، يحكمهم اسهال، ولا كاين اللي يتقيه، وكاين اللي ما يحملوش ريحه اللحم وريحه الزلي في الدواره، كاين اللي يضرهم، كاين اللي يلحقوه حتى للسبيطار. درت لكم التدبيره اللي احنا دائما كل عيد تكون حاضره هكذا باش ما يضرناش الحم. اذا تبعوا الفيديو للاخير. وايضا درت لكم مصران محشي بالحشوه تاع العصبان، ايضا تبعوا الفيديو للاخير. بصح البنات جامة تنساوش تنساو لي جام، نولي نحط لكم فيديوهات هكاك وخلاص، فيديوهات تافهه، نغنجق لكم الفيديو كيما راهم يديروا وحده خير، ما فيهم لا تدبيره شابه لا فائده لا الاعشاب لا والو. على خاطر شوفوا صراحه خياتي، ني داك نحط فيديو نلقى فيه 5000 مشاهده وجام 50 ولا 100 جام، يعني هنايا كاين بزاف اللي راهم يشاهدوا الفيديو للاخير، لكن كيما نقولوا يبخلوا، ماني عارفه لا حسد ولا غيره، ما يديروش لي جام. اذا البنات يعني اي وحده قلبها وتحب قناة يوميات الفراشة طلعوا بالفيديو بجام وبرتاجيوه يعني في المواقع باش كامل يستفادوا، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. هنا خياتي كما راكم تشوفوا، بما انه يما خدامة وانسانة كبيرة ربي يطول في عمرها، على بالكم باللي الشغل كي تكون دار كبيرة يعني مهما تجري 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 ما تلحقش. درت لها اليوم اني رايحة لداري، نقيت لها الدار، مسحت لها الغبابر، زيقت لها ودرت لها كل حاجة انا وسلسلة سبيل، وان شاء الله ربي يطول العمر الام تاعي. راكم عارفين باللي غير انا الطفله عندي ما وماكش لي يخدم لها شغل وماكش لي يعاونها، كتعرفوا باللي دراري ما يعاونوش والو، اما لا هي تخدم صح ودير لي عليها والله ما تقعد. بصح ماشي كيما نقولوا الواحد يدير تنظيف عميق للدار، يعني هي خدامه برا وتزيد في الجبل وتزيد في الدار، يعني بزاف عليها. المهم نقيت لها خياتي الدار، سيقت لها وفحفحت لها الدنيا، الله الله كما راكم تشوفوا سلسبيل تاني راهي تعاون فيا. قولوا لي نتوما واش راكم دايرين فيها، كاش حلوه ختكم هنا والله ما صنعت حبه حلوه. يعني جيت هنا قلت نعاود نرجع لداري نهار الاربعاء، ساعه زوج تاعي راح للبحر وقال لي نهار الخميس نجي نديك، اما لا يعني الحلوه ما نعرف لا نصلع ولا ما نصلعش، ومازال ما وجدتش حد يعني الباسينات والمواس. يعني ان شاء الله اليوم نروح لداري، كي راني ندير لكم في المونتاج يعني نروح لداري اليوم ونوجد ان شاء الله الغدوه الجمعه نوجد كلش. هنا خياتي راكو تقولوا لي اسماء ديجا ذبحت الخروف ولا لا 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 لا, لا. هنا البنات نشوط في الزليف نعاون في يما، كانت شراتو البارح ودارتو في الفريقو، شات الزليف وشات الدواره دارتو في الفريقو، قالت لي نهار الجمعه نقيهم. اي على بالكم باللي مسكينه، اي على بالي غدوه الجمعه راح تطلع على الجبال عندها خدمه باه تسقي الشجر وكامل يغيضها الشجر تاعها ما تقدرش تستغنى عليه. اما لا قلت لها مام هاتي انا نواسيه لك نقي لك كل حاجه ونروح، علاش ما شات الزليف وشات الدواره. كما كنت تشوفوا ثاني بعد ما نقيت لها الزليف شوطو غسلته مسكين، ندبتو الفرنو ديك طابونه صغيره بالبزاف فوق ما كاش ما لقيتش فاش نشوطه لها، ونقيت لها الدواره كما راكو تشوفوا. اما لهنايا هذا البركوكس كيما في الروتين تاع البارح قلت لكم راح كيما ذبحنا هذاك السردوق، قلت لكم توحشت البركوكس المردود بالدجاج تاع عرب، راح ديما دارته لنا اليوم صباح بايت ونهار اللي بات يجي بزاف بزاف بنين، شهيتكم في الجنه. راني بريت خياتي شويه ان شاء الله برك منا نهار العيد نقدر نوقف على رجليا ونقدر، بس مازال فيا الدوخه، خدمت لا شارج بالبزاف هذا اليومين. المهم هنايا البنات الدواره بعد ما نقيتها لها اليما والله غير شاتها ما شاء الله كبيره فيها مصارينها، ردوا بالكم يا العرايس يا البنيتات تعلموا تنقيو، هذه طلقت نساء طلقت العرايس هذه، يعني العجوزه كي تشوف هذه مسخه تعرف بلي العروسه معفونه ما تعرف والو. حنا البنات الدواره تاعنا
ما نقيولهاش هذيك ما نكرتوهاش، شوفوا راهي بيضه بيضه يعني صفراء تهبل ونقيه، فهمتوا؟ غسلناها لها الله ودرت لها الخل، درت لها الملح، غسلتها ما شاء الله، وحنا ما نكرتوهاش خياتي الا اذا كانت كحله. شوفوا البنات، خيطت لي ما العصبان وجدت لها وخليت لها في كل عصبانه خيط طويل، قلت لها عمري وخيطي، يعني وجدت لها كل حاجه لهنا. شوفوا درت لها حوالي 10 ولا 11 من العصبانه، يعني جا ما شاء الله. البنات الام تاعي ماهيش راح كما نقولوا ماهيش راح تعيط، فهمتوا؟ كنت تعرفوا بالعياده دوكا راهي غاليه يا حليل وزوالي. المهم وزيد يما بالسبت نهار العيد خدامه بارمانونس، يعني تخدم من الصباح حتى العشيه، ما عندهاش الوقت لا للعياده لا والو. عليها جابت الدواره وجابت الزليف، طلعوها في الخدمه خدامه، معليش يعني دالتها الله غالب ما يهمش. المهم هنا خياتي بعد ما نقيت لها كامل هذيك الدواره، وقلت لكم درت لها هذاك العصبان هكا شتوها، نحب يما ربي يطولها لي في عمرها ان شاء الله يا ربي، ربي يخليها لي. هذاك واش عندي، هذاك واش عندي، عندي غير يما خياتي، هذاك واش عندي في الدنيا هذه. لهنا البنات تبعوا معايا، راح ندير لكم الحشوه اللي نديروها حنايا في العصبان، تجي بزاف بنينه. نتمنى اللي ماشي موالف يدير هذه الحشوه تبعوها وتشوفوا شحال بنينه. شوفوا هي واش تحتاج، ربطه معدنوس، ربطه نعناع، وربطه قزبر، والبصل. رحيو كل شيء بالاشواق ولا بهذه الرحيوه اليدويه، ولا قطعوهم رقاق رقاق بالبزاف. ودرت قرن تحار كما راكو تشوفوا. هي كل ولايه كيفاش طيب العصبان تاعها، بصح نتمنى تجربوا هذا العصبان تاع ولايه تيبازا اللي معروف في ولايه تيبازا. كاين اللي يحب يدير له جلبانه، كاين اللي يدير له زيتون، بصح هذيك الجلبانه ولا الزيتون يخسروا شويه يعني الكو، خاصه الزيتون. هنا البنات شادت، قطعت هذه كميه كبيره لازم تاع الحشاوش. هنا عندي حبه لفت، حبه كورجات، وحبه زروديه، وشويه حميصه، قطعتهم مكعبات صغار. وايضا درت كاس ونص تاع الروز مفور، ولا روز ابيض كما حبيتو، ولا ديروا التشيشه اللي هي المرمز الفريك، فهمتوا البنات؟ انا يجيب الفريك شابه، صح انا نحب الروز. ودرت التوابل، شوفوا عندي لهنا توابل تاع العصبان راهم ينباعوا دوكا، سينو ديروا راس الحانوت ولا. ودرت فلفل اسود، فلفل عكري، وفلفل حار. ودرت التابل الاساسي اللي يمد بنا لهذه الحشوه اللي هي القرفه. البنات ما تستغربوش، القرفه البنات دائما كاين في وصفات تقليديه مكون اساسي يبنن هذيك الماكله، القرفه. ودرت شويه تاع الزيت، وطبعا الملح. تقدروا ديروا نعناع يابس ولا ما عندكمش الخضر، المهم يحب الحشاوش بزاف. هكذا البنات، ماشي الكرافسه، النعناع والقزبر والمعدنوس. النعناع فقط ما تكثروش بزاف بزاف، وهذو هما اللي راني رايحه نحشيهم. المصران الطويل جا، هذا المصران في الدواره تاع يما اللي شراتها، الله يبارك، الطويل الطويل الطويل، وانا نموت على العصبان تاع المصران، نموت عليه. واذا كان مقطع منين داك يجيو هكا فيه ثقابي، خيطوهم وخيط من الجهه السفليه وخليت جهه باش ندخل الحشوه. ولا كان طويل بزاف بزاف، هذا نورمالمون يتقطع، خليته انا طويل بس كان عندي كوكوطه كبيره لهنايا، عادي تقدروا تقطعوه على زوج ونحشيوه. نخليو شويه يعني ماشي نحشيوه مليح مليح. وهذا صغير البنات، ثاني خليت واحد صغير، حشيتهم ثم نخيطهم. ما تحشيوهش مليح مليح حتى وين يتعمر يتزير، على خاطر الروز راح يتنفخ. هكذا خياتي، كما باكم بلي واحد الريحه ما شاء الله، والله غير ما شاء الله. هي الام تاعي ما يمشي مولفه تحشي هذا المسار الكبار، عليها جاوا كما نقولوا في الدواره، منين داك كنشيو الدواره ما نلقاهمش، بصح جاوا كما نقولوا هاد المره بزاف الناس شراو الدواره والزليف، بزاف بزاف بزاف، يعني كاين الاغلبيه اللي مولفين يعيدوا ما عيدوش. معليش ان شاء الله العقوبه العام الجاي خياتي، ما تزعفوش، ما هي جات هكذايا، التجار زاد غلاو بزاف بزاف بزاف، بصح واش اللي زاد فوق حقه في الربح؟ والله ما يربحها عند ربي، والله ما يربحها، غير تعرفوا الناس كامل وكلت ربي، يعني لانه شكون زوالي اللي قليل الشهريه اللي طفرت فيه. كاين اللي مساكن الدمعه جاتهم على بالي، يعني حسبي الدمعه جاتهم، يعني حتى حنايا ما كناش لحقين باش نعيدوا، بصح الحمد لله يعني ربي حنين وكريم، فهمتوا خياتي؟ بصح معليش يعني اللي ما جابتش ما تزعفش، العام الجاي ان شاء الله اللي قدرت تشري دواره ولا شويه دواره ولا شويه زليف ما عليناش، اشتروا لو كان كيلو تاع اللحم.
هنا البنات بعد ما خيط هذاك المصران الكبير، شوفوا هنايا درت له شويه ثقوب باش يتنفس، ونديره غير في الماء. يعني منين داك نقدروا ندير مثلا كشغل نطيبوه في الدواره، بصح لهنا لكم الاختيار، انا مالفه نطيبوا مع شويه دواره وحميصه وندير كشغل بكبوكه بهذا العصبان، فهمتوا؟ ولا نديروه بالبركوكس. يعني اني حاطه بزاف وصفات تاع العصبان بطريقه تاع ناستي بازا وبليده في القناه، درته في قدره في الماء بارد عادي، شويه تاع الزيت، ونحطو على نار المدة تاع الطهي حوالي ساعتين على نار متوسطة. هنايا البنات طلعنا فوق، انا والام تاعي فوق السطاح، راهي تقطع في هذاك الزليف كما راكم تشوفوا، هبلها هبلها ما عندوش القرون، قالت لي جبتو فرطاس. ردوا بالكم خياتي، الزليف راهو فيه الدود في ودنو، فيه ربعة في راسو، فيه ربعة دودات، بزاف نسى ما لابالهمش، لازم خاصه اللي عنده القرون. البنات قالت لي ما اللي عنده القرون، انا منين داك يخرجوا لي يقعدوا هكا يزغدوا، يما نعفهم والله غير نعفهم. المهم خياتي كما راكم تشوفوا قطعنا هذاك الزليف باش ما تخبيه، وقلت لها بما انه هي خدامه قلت لها وجدي كل حاجه في الليل، نقي الخضره وجدي كلش كلش، قلت لها خبي داخل الفريجيدر، قلت لها كي تخرجي من الخدمه يعني ارمي برك، انا راني نقصت عليها كما نقولوا 90% الخدمه. هنا البنات شافوا الاجواء، ما هبطناش للبحر حنا اليوم، هبطوا غير الدراري وحدهم، شويه البروده هاد اليوم تي بازا فيها الريح، وفي الليل طيح الشتا وكامل. هيا هنا يا راهو جاء انيس كما كتشوفوا خياتي، جاء انيس وجاب القط، وهذا القط غير يسمع الكلب مينوشي كحلوشي قلبو بغيص، يسمع الكلب يتشبط فيه، شوف متشبط ما بغاش يطلقو. المهم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم خياتي، فقط ما تنساوش ديروا جيم للفيديو. اما التتبيره اللي ضروري ديروها اللي يقدر يتحصل على شجره الذرو وعلى العرعار، ولا على الذرو ولا على العرعار وحده ما عليناش. بالنسبه البارح اللي قالت لي العرعار كيفاه داير، هذا هو العرعار البنات، تلقاوه يعني في كامل الولايات تقريبا، ولا تلقاوه عند العشاب يتباع يابس كي هو كي شجره الذرو. هذه التتبيره يا البنات كنت مولفه كل عام نحطها لكم يعني في القناه، وهذه نديروها كشغل عصير، فهمتوا؟ دوكا تديو كمية أوراق تاع الذرو فقط الأوراق مع شوية تاع العرعار، ولا تقدروا ديروا الذرو وحده وتعصروه كما كتشوفوا، انا راح نرحيه في الاشواق، بصح اللي عندها مهراس تقدروا تدقوه في في المهراس مليح مليح، الاوراق تاع الذرو شويه صعب، فهمتوا؟ ولا في البغا ميكسور، ولا رحوه كما تبغوا. المهم ولا اللي عجزت حتى تقدروا هكا كذوك الاوراق تبيتوهم في قرعه تاع الماء، الصباح تلقاو ذاك الذرو طلق، بصح كي تدقوه هذيك العصاره تخرج احسن. هذا العصير البنات يعني هذا الماء تاع الذرو يشربوه قبل الصباح بكري على الريق، شربوا كميه مليحه يحرش المعده باش الحم ما يضركمش، يعني ينحي لكم كامل هذيك التخمه، يعني كيشغل يحمي الجسم تاعكم من هذيك هذوك الدهون اللي تدور على القلب وكامل. هكذا خياتي انا كنت حطيتها لكم شحال من مره في القناه، ايا قلت الحمد لله، انا عند بالي غير حنا اللي نعرفوها ولاد تي بازا، لكن لقيت بزاف تعليقات قالوا لي اسماء من بلاد الشاويه، من بلاد تازي وزوج بجايه، حتى من الغرب قالوا لي بلي حنا ثاني الجده تاعنا ولا الام تاعنا دير لنا هذه الطريقه، وصح نشربوها يعني نهار العيد الصباح بكري، يعني قبل ما ناكلو اللحم، راهي هايله هايله خياتي، خاصه تاني اللي عندها الحراره تاع الفم ولا الحراره تاع المعده ولا اي مرض، اشربوا هاد العصير تاع الذرو. وايضا تقدروا ديروا ثاني حفنه قرصه تاع الملح، قرصه تاع الملح لهذا العصير. هكذا البنات ان شاء الله نكون فتكم، تقدروا حتى تجيبوه يابس وترحيه وديروه في الماء غليوه وشربوه. المهم العرعار وذرو راهو على الطرقات وشربوه، حنايا اصلا ولا غنشربوه تقريبا كل اسبوع، ولا ماشي حتى نهار العيد، ولا بصح اللي تقدر تتحصل على ذرو غير دير هذا العصير وتشربو نهار العيد. والعصبان ديالنا راهو طاب كما كتشوفوا خياتي، جاي شهي طاب زبده، وكما تعرفون العصبان يعني بصفه عامه يطول، يعني يدي حتى زوج سوايع حتى ثلاث سوايع وهو يطيب على النار متوسطه، يعني لو كان تزربوا فيه في الطياب ولا يبقى لداخل، خاصه اللي محشي في الطراف تاع الدواره. هذا العصبان المصران الكبير، يعني كاين اللي يحب يدير هذاك المصران، وكاين اللي يقيسه وكاين اللي يقطعه مع الدواره،
وكما قلت لكم كاين اللي يحشيه رز، انا نحبه بالرز، وكاين اللي يحشيه بالمرمز او ماشي الفريك، المرمز يعني التشيشة ماشي الفريك الاخضر تاع الشربة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم، يعني خفيفة وظريفة، وديتو فكرة كيفاش ديروا نحشو العصبان تاعنا في ولاية تيبازا. شاهدكم في الجنة خياتي، ما تنساوش ديروا جيم للفيديو. تعرفوا راني ندير لكم المونتاج وانا راني رايحة لداري، راني في الطريق عليها، راح كاين حس شوية. المهم ان شاء الله تكونوا هكا استفدتوا من هذاك كما نقولوا العصير هذاك تاع الذرو، وهذه الوصفة تاع العصبان. نقول لكم حبيباتي تهلاو في روحتكم والى الملتقى. سلام.